ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الأولى في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فجامعة عين شمس هتغلق باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل لكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد من خلال منصة التحويلات الإلكترونية. النهاردة هتحتفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العالمي للسلام اللي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها. وبالمناسبة دي تدعو الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام. النهاردة هينظم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة للمهرجان بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة 6 بالليل. النهاردة هينظم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل للفنان والمنشد عامر التوني وفرقته المولوية في 8 مساء، ويقدم المنشد عامر التوني مجموعة مختارة من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة. الساعة 4 هيلتقي فيوتشر مع فاركو، الساعة 7 هيلتقي كل من الاتحاد السكندري مع سيراميكا، والزمالك مع بيراميدز.